السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس، في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، ووحدة جديدة هي الوحدة الخامسة، تاريخ العرب قبل الإسلام. وعنوان درسنا اليوم بإذن الله العرب قبل الإسلام الجزء الأول. هيا بنا أبناء الطلاب. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن رقم واحد يعرف المقصود بالعرب، رقم اثنان يعدد أقسام العرب، رقم ثلاثة يستنتج أماكن العرب البائدة في شبه الجزيرة العربية. هيا أبناء الطلاب نتذكر في أي القارات تقع شبه الجزيرة العربية. أحسنتم، تقع شبه الجزيرة العربية أبناء الطلاب في قارة آسيا. هيا بنا نتعرف عن قرب على خريطة قارة آسيا. كما تلاحظون أبناء الطلاب باللون الأخضر هو شبه الجزيرة العربية. تعالوا نقسم الخريطة ونتعرف كيف نحدد مكان ما على الخريطة. هنا أبناء الطلاب قارة آسيا، وهنا الاتجاهات الرئيسية الأربعة. في الأعلى سهم يشير إلى الشمال، وفي الأسفل الجنوب، وعن يمين الشرق. أحسنت، وعن يسارك الغرب. إذا هذه الاتجاهات الرئيسية الأربعة. أين تقع شبه الجزيرة العربية؟ أحسنتم، تقع في قارة آسيا في الجزء الجنوب الغربي من قارة آسيا. إذا لتحديد الأماكن أبناء الطلاب نرى إما الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. إذا نلاحظ هنا أن شبه الجزيرة العربية تقع بين الجنوب والغرب، إذا نقول أنها تقع جنوب غرب قارة آسيا. هيا أبناء الطلاب، عليكم الاستعانة بالكتاب المدرسي صفحة 112 لنتعرف ونقرأ سويا عن العرب قبل الإسلام. ارتبط ظهور الإسلام بالعرب الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية ويحيون حياة القبيلة. إذا كانت حياتهم إيش؟ حياة قبلية، ثم أصبحت موطنا للدعوة الإسلامية. فالعرب أبناء الطلاب أول من آمنوا بالإسلام وبشر به الناس كافة. هيا بنا أبناء الطلاب نجيب على هذه الأسئلة، فكر وأجب. رقم واحد، كيف كانت طبيعة حياة العرب قبل مجيء الإسلام؟ توقعوا معي، كيف كانت طبيعة حياة العرب قبل الإسلام؟ أحسنتم، كانوا يحيون حياة القبيلة. إذا كان العرب أبناء الطلاب قبل الإسلام يعيشون في حياة القبيلة، ولم يكن هناك دولة تجمعهم. رقم اثنان، هل تعرف ما المقصود بالعرب؟ أحسنتم، العرب هم سكان شبه الجزيرة العربية الذين يتحدثون اللغة العربية. رقم ثلاثة، اذكر أشهر القبائل في بلاد العرب والتي ينتسب إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أي قبيلة سيدنا محمد؟ نعم، من قبيلة قريش. أحسنتم أبناء الطلاب، عليكم أن تسجلوا هذه الفراغات في الكتاب المدرسي.
نبدأ أبناء الطلاب بالجزء الأول في درس اليوم عن المقصود بالعرب. أولا أبناء الطلاب، تعالوا معي نتعرف على كلمة العرب. ما المقصود بمفهوم العرب؟ تطلق أبناء الطلاب كلمة العرب على سكان شبه الجزيرة العربية الذين يتحدثون اللغة العربية. هنا خريطة أبناء الطلاب، عليكم أن تستنتجوا معي أهم المدن العربية قديما. تعلمنا أبناء الطلاب أولا ننظر إلى مفتاح الخريطة الموجود بالأسفل أن كل دائرة سوداء تعني مدينة. أحسنتم، الآن ننظر إلى الخريطة ونستنتج منها أسماء المدن. نحدد مع بعض أبناء الطلاب مدينة مكة، مدينة الطائف، مدينة يثرب، مدينة عدن في الجنوب في اليمن، ومدينة تبوك في الشمال. إذن هذه المدن الخمس من أهم المدن قديما. تغير اسم يثرب إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجل معي عزيزي الطالب هذه المدن في الكتاب المدرسي. ننتقل أبناء الطلاب إلى الجزء الثاني من درس اليوم في صفحة 113. ثانيا أقسام العرب. ينقسم أبناء الطلاب العرب إلى قسمين رئيسيين. لاحظ معي الشكل التالي لتتعرف عن قرب عن أقسام العرب قبل الإسلام. أولا القسم الأول العرب البائدة، ثانيا القسم الثاني العرب الباقية. سنتناول بإذن الله في حصة اليوم عن العرب البائدة بالتفصيل، أما العرب الباقية في الحصة القادمة إن شاء الله. العرب البائدة أبناء الطلاب تنقسم أيضا إلى أقسام أربعة. أولا قوم عاد، ثانيا قوم ثمود، ثالثا قوم طسم وجديس، رابعا أصحاب الأيكة. والعرب الباقي أبناء الطلاب تنقسم إلى قسمين، العرب العاربة والعرب المستعربة. تعالوا معي أبناء الطلاب نتعرف على العرب البائدة. من هم العرب البائدة؟ هم العرب الذين آبدهم الله فانقطع وجودهم، ولقد أشار القرآن الكريم إلى بعض أخبارهم، ومن ذلك قوم عاد ونبيهم هود في شمال حضرموت باليمن، وقوم ثمود ونبيهم صالح في مدائن صالح، وقوم طسم وجديث في وسط شبه الجزيرة العربية، وأصحاب الأيكة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية. إذن العرب البائدة أبناء الطلاب هم العرب الذين آبدهم الله. آبادهم الله أي انقطع وجودهم من الدنيا، ولقد أشار القرآن الكريم إلى بعض أخبارهم، وهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم طسم وجديس وأصحاب الأيكة. هؤلاء الأقوام تم إبادتهم وانتهوا من الحياة في عصرنا الحالي. إذن أبناء الطلاب علينا أن نتعرف على العرب البائدة وأقسامهم الأربعة، عاد وثمود وطسم وجديس وأصحاب الأيكة. هنا أبناء الطلاب من خلال هذه الخريطة نستنتج سويا أماكن العرب البائدة في شبه الجزيرة العربية. في الجنوب قوم عاد كما ذكرنا في بلاد اليمن شمال حضرموت، وفي الوسط قوم طسم وجديس في وسط شبه الجزيرة العربية، وفي الشمال الغربي قوم ثمود
هنا أبناء الطلاب علينا أن نتذكر سويا أن العرب البائدة في شبه الجزيرة العربية أشهرهم قوم عاد وقوم طوس وجديس وقوم ثمود. اعلموا ابناء الطلاب انه عندما تتخلى الامم عن الاخلاق الفاضله وتعصي اوامر الله تعالى يكون ذلك سببا لنهايتها، كما حدث مع الاقوام البائده قوم عاد وثمود وطوس وجديث واصحاب الايكه. هذه الاقوام تم ابادتها لانها عصت اوامر الله سبحانه وتعالى وكذبت الرسل. كما تبقى الأمم أبناء الطلاب وتتطور بالأخلاق الفاضلة. هيا بنا أبناء الطلاب نقرأ هذه الآية ونستنتج أسباب هلاك الأقوام البائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أبناء الطلاب، عندما تتحدث هذه الآية عن الأقوام التي أبادها الله قوم عاد وفرعون وأخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي أن هذه الأقوام السابقة عصت أوامر الله سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل، ومنهم من قتلوا الرسل وحاربوا الرسل، قوم عاد، قوم فرعون، قوم أخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. هذه أقوام تسمى الأقوام البائدة، كذبوا الرسل فحق وعيد، وعيد الله أن أبادهم الله جميعا. وفي نهاية درس اليوم أبناء الطلاب، تعالوا معي نتذكر ما تعلمناه في درس اليوم. أولا، العرب قبل الإسلام. ارتبط ظهور الإسلام بالعرب الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية ويحيون حياة القبيلة، ثم أصبحت أبناء الطلاب موطنا للدعوة الإسلامية، فالعرب أول من آمنوا بالإسلام وبشروا به الناس كافة. مفهوم العرب. تعلمنا اليوم أبناء الطلاب أن مفهوم العرب هي كلمة تطلق على سكان الجزيرة العربية الذين يتحدثون باللغة العربية. إذا مفهوم العرب هي كلمة العرب تطلق على سكان شبه الجزيرة العربية الذين يتحدثون اللغة العربية. أقسام العرب. تعلمنا أبناء الطلاب أن العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب بائدة وعرب باقية. العرب البائدة والعرب الباقية أبناء الطلاب، درسنا العرب البائدة قوم عاد، قوم ثمود، قوم طوس وجديس، أصحاب الأيكة، وذكرنا أن العرب الباقية العرب العاربة والمستعربة. هيا بنا نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، إلى أي القبائل ينتسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألف قبيلة بكر، باء قبيلة قريش، جيم قبيلة خزاعة، دال قبيلة الخزرج. أحسنتم، ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة قريش. السؤال الثاني،
أرسل الله سيدنا صالح إلى قوم ألف، قوم عاد، قوم ثمود، قوم طسم، قوم جديس. نعم، الإجابة الصحيحة ب قوم ثمود. وفي نهاية درس اليوم أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.